السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حماة العراق، والبداية من أبرز العناوين. القائد العام للقوات المسلحة يزور قيادة عمليات الأنبار. وزير الدفاع ينهي زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة. رئيس أركان الجيش يشرف على عملية إرادة النصر الرابعة. قيادة فرقة المشاة السابعة تنفذ عملية استباقية في صحراء غرب الأنبار. أشرف القائد العام للقوات المسلحة الدكتور عادل عبد المهدي بحضور وزيري الدفاع والداخلية على المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر خلال زيارته إلى قيادة عمليات الأنبار لتعزيز الأمن والاستقرار في صحراء المحافظة، حيث اطلعوا على سير تقدم القطعات العسكرية وثمنوا دور المواطن في التعاون الكبير مع القوات الأمنية. ورافق القائد العام ووزيري الدفاع والداخلية خلال الزيارة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن عبد الأمير يار الله وكبار الضباط. زار القائد العام للقوات المسلحة الدكتور عادل عبد المهدي ووزيري الدفاع والداخلية قيادتي الدفاع الجوي والقوة الجوية للإطلاع على التنسيق مع القطاعات الأخرى خلال المرحلة الرابعة لعملية إرادة النصر التي انطلقت لتأمين صحراء محافظة الأنبار. وكان برفقتهم خلال الزيارة رئيس أركان الجيش ومعاونه للعمليات. أنهى وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري مع نظيره البريطاني بن والص بمقر وزارة الدفاع البريطانية. كما التقى السيد الوزير أحد جرحى الجيش العراقي والذي يتواجد في لندن لتلقي العلاج بعد إصابته خلال معارك التحرير. لأول مرة ومنذ عام 2003 تبرم مذكرة دفاعية بين العراق ودولة أوروبية كبرى تتضمن تعاونا ثنائيا طويل الأمد. فخلال زيارته الرسمية إلى بريطانيا وقع السيد وزير الدفاع نجاح الشمري مع نظيره وزير الدفاع للدولة في المملكة المتحدة مذكرة ثنائية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيدين الأمني والدفاعي. قوات التحالف الدولي ساعدونا كثير في تحرير المناطق العراقية من دنس داعش، وعلى رأس قوات التحالف كانت القوات البريطانية. واليوم من أجل التعاون الثنائي بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع البريطانية أثمرت عن جهود واسعة جدا، وهي في توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، وفيها التدريب وفيها الدعم اللوجستي وفيها دعم الاستخبارات من ناحية التدريب والتكتيك. أعتقد أنها زيارة ممتازة. كان للمملكة المتحدة الشرف أن تكون أول دولة توقع مع حكومة العراق مباشرة مذكرة تفاهم. نحن ملتزمون مع العراق على المدى الطويل، نريد له الاستمرار بطريقه للازدهار والاستقرار ويكون له تأثير قوي إقليميا. وعلى هامش الزيارة التقى السيد وزير الدفاع عددا من طلاب كلية الأركان العسكرية، بالإضافة إلى عدد من جرحى الجيش العراقي الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة، ووعد بأن الوزارة ستعمل ما بوسعها لمساعدتهم، كما وبحث مع الدكتور صالح التميمي إمكانية إقامة وحدات طبية داخل العراق تعمل لمعالجة الجرحى وعلى أيدي متطوعين من بريطانيا. زار السيد الوزير الملحقية العسكرية واطلع على حال الجرحى الذين يتداوى هنا في المملكة المتحدة، وقدمنا اقتراح كسفارة عراقية. هناك موجودين أطباء عراقيين وأطباء إنجليز أيضا معهم في بعض الجمعيات، مستعدين للذهاب إلى العراق، متطوعين للعراق
لإجراء بعض العمليات. إنجاز كبير على مستوى العلاقات الثنائية ولقاءات رفيعة المستوى في المجال الدفاعي، حيث أكد الطرفان عزمهما على مواصلة العمل معا لتعزيز الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستقرار في العراق والمنطقة، لا سيما العمل على هزيمة دائمة لداعش. أشرف رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي على انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر، يرافقه معاونه للعمليات وقائد القوات البرية وعدد من ضباط هيئة الركن، حيث تفقد رئيس الأركان جميع المحاور والقطاعات العسكرية المشاركة في هذه العملية. بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، أشرف السيد رئيس أركان الجيش على انطلاق المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر، يرافقه معاونه للعمليات نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وعدد من ضباط هيئة الركن. هذه العملية التي تشمل تفتيش وتطهير كامل للصحراء والمناطق المحددة ضمن هذه العملية بمشاركة قيادتي عمليات الأنبار والجزيرة والفرق العسكرية المنضوية تحتها، بالإضافة إلى قيادة حرس الحدود ولواء المغاوير وشرطة الأنبار والحشد العشائري، وبدعم وإسناد من قبل قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي. انطلقت عملية إرادة النصر المرحلة الرابعة في قيادة عمليات الجزيرة وقيادة عمليات الأنبار، اشتركت بها قوات الجيش وقوات الحشد الشعبي والعشائري. كان لنا جولة ضمن قطاع عمليات الجزيرة، استطعنا وادي حورون استطلاع مفصل بالطائرات السمتية، والتقينا مع القطاع أحد المحاور المنفذة. حقيقة كانت 5 محاور غطت المنطقة حتى الحدود الدولية العراقية السورية. اللحمة اللي كانت موجودة حقيقة بين قطاعات الجيش وقطاعات الحشد الشعبي وقطاعات الحشد العشائري مفرحة جدا. الجميع يفترش الصحراء يتسابق بالواجب، الآمرين سوية، القطاعات مندمجة وكأنه قطعة واحدة. هذه اللحمة لم تكن وليدة هذه اللحظة، وإنما منذ تشكيل الحشد بدأت عمليات التحرير وانطلقت الجحافل سوية وحررت الأرض، ولا تزال تطارد في داعش الإرهابية وستستمر إن شاء الله نفس اللحمة هذه. العملية لحد الآن تمشي وفق ما مخطط لها. أهم شيء في هذه العملية هو ذاك التلاحم والوحدة العمل ما بين كافة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، وأيضا العلاقة الطيبة مع المواطنين. احنا نعتقد عملية إرادة النصر المرحلة الرابعة واحدة من مهامها هو تدقيق العمل الاستخباري، ونلاحظ اكو تطور، يعني اكو فرق كبير ما بين المرحلة الرابعة عن المرحلة الأولى. رئيس الأركان تفقد جميع المحاور والقطاعات العسكرية المشاركة في هذه العملية للوقوف والاطلاع على سير العمليات العسكرية التي باشرت بتطهير المناطق الصحراوية والشريط الحدودي. تكلم كثير عن وادي حوران، فهو هذا وادي حوران. الآن قطعات الجيش، قطعات الحشد الشعبي وقطعات الحشد العشائري يد واحدة تفتش الصحراء من مكان إلى مكان آخر، من بقعة إلى بقعة، تثبت للعالم جميعا بأن العراق يد واحدة ضد الإرهاب. ستستمر العمليات، معروف للجميع أنه حرب الصحراء من القتالات الخاصة، ولذلك هناك عمليات نوعية، استطلاع جوي بطائرات القوة الجوية، استطلاع بالطائرات السمتية، القطاعات الأرضية بين الحين والآخر تقوم تجنيد المصادر، متابعة كل الأمور، هو حتى نقضي على ما تبقى من عناصر داعش في هذه المناطق. استقبل المفتش العام لوزارة الدفاع زياد التميمي مجموعة من جرحى القوات المسلحة، بضمنهم جرحى الحشد الشعبي ووزارة الداخلية والجرحى المدنيين، حيث أكد المفتش العام على ضرورة تجاوز عقبات الروتين لإنجاز معاملات هذه الشريحة التي قدمت تضحيات كبيرة في سبيل الوطن. لأنهم فاضوا علينا بعطائهم، وهم أداة من أدوات النصر الكبير. جرح القوات المسلحة، استقبلهم المفتش العام لوزارة الدفاع وأشاد بتضحياتهم البطولية، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، وأمر بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما يطلبون. We'll be right back.
مشهد أطرته الابتسامة والتفاعل. المفتش العام يستمع لمطالب الجرحى بتفاعل مرئي. كل هؤلاء الأخوة هم بذلوا ما بذلوا في سبيل تحقيق النصر، وزارة الدفاع في مهامها، وزارة الداخلية في مهامها، وهيئة الحشد في مهامها، والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع لهم مهامهم، كلهم قدموا لهذا البلد وكلهم يستحقوا كل التقدير والاحترام والامتنان عرفانا من هذه المؤسسة ومن كل أبناء الشعب العراقي لهذه التضحيات الكبيرة. سيكون لنا متابعة حثيثة وجدية لهذه المتطلبات التي سترفع إلى السيد وزير الدفاع المحترم وإلى الجهات ذات العلاقة، وسنستمر في المتابعة لتخفيف شيء قليلا من الآهات والمعاناة التي يحملونها. احتفلت كلية القيادة بتخرج دورة القيادة للضباط الأحداث 65 باء، وحضر حفل التخرج معاون رئيس أركان الجيش للتدريب الفريق الركن صلاح الدين مصطفى كمال، ورئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الفريق الركن جميل الشمري، وعدد من الضباط. برعاية السيد معاون رئيس أركان الجيش للتدريب وبحضور رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وعدد من عمداء الكليات الضباط والزهرة، احتفلت كلية القيادة بتخرج كوكبة جديدة من الضباط الأحداث للدورة رقم 65 باء. اليوم كان عندنا تخرج دورة القيادة رقم 65 باء في كلية القيادة. هاي الدورة كانت لمدة 4 أشهر، وعدد المشتركين في الدورة 124 ضابط من مختلف قيادات والصنوف، تلقوا معلومات عسكرية وتم تحديث المناهج باستنادا إلى الدروس المستنبطة من المعارك على العدو الإرهابي داعش. وهؤلاء الطلاب سيعودون إلى وحداتهم، المتميزين منهم سيقدمون إلى دورة الأركان المشتركة إن شاء الله في نهاية السنة، اللي يشوف نفسه فيه الكفاءة والإمكانية يقدر يكمل المسيرة، يدخل إلى كلية الأركان وسيخدمون الوحدات وسينقلون التجربة اللي تعلموها في كلية القيادة إلى تشكيلاتهم ووحداتهم من خلال الدروس اللي تلقوها في هذه الكلية. حقيقة هذه الدورة هي مو مقتصرة فقط على الجناح البري، وإنما هاي دورة تدخل بها كافة الصنوف، صنوف البرية وكذلك القوة الجوية والدفاع الجوي والبحرية. هذه حقيقة شملت كافة صنوف الجيش، واللي حتكون هي الأساس في الدخول إلى كلية الأركان بشكلها الكامل لعدد اللي هو حقيقة من بداية السنة إلى نهاية السنة سيكون أكثر من 400 طالب يقدمون إلى كلية الأركان. تلقى طلاب الدورة من القيادات كافة البرية والجوية وطيران الجيش والبحرية دروس مكثفة نظرية وعلمية في العمليات الدفاعية والتعرضية والاستخبارية والتدريب والقيادة والسيطرة، ودروس غير عسكرية مختلفة استمرت لمدة 4 أشهر. مدة الدورة لأربعة أشهر بدت من 2 آيار 2019 ولغاية 30 آب 2019. تلقى فيها الضباط الطلاب دروس مختلفة في التعبئة وواجبات الأركان والشؤون الإدارية والقيادة والمخابرة، ودروس في القوة الجوية والبحرية والبرية والدروس الغير عسكرية الأخرى والتمارين والإيضاحات. كان معدل هذه الساعات التدريسية لمجمل 4 أشهر 418 ساعة. تمنياتنا للضباط الطلاب المتخرجين أن يكونوا بمستوى الطموح وأن يرفدوا جيشنا العراقي الباسل من خلال المناصب التي سوف يتم إسنادها إليهم. أخذنا دروس مكثفة بهذه الدورة، دورة القيادة 65 باء، وكانت دروس عملية وعسكرية ودروس غير عسكرية تخص حقوق الإنسان والأمور العسكرية واستخبارات ومكافحة الإرهاب والدروس الحديثة العسكرية اللي أخذناها أيضا، وكانت دورة مفيدة ومثمرة، وإن شاء الله راح تفيدنا حتى نخدم جيشنا الباسل ووحداتنا وآمرينا ونكون
ضباط ركن وضباط مساعدين أكفاء إن شاء الله بخدمة جيشنا الباسي. يعني تأهل الضابط من يطلع أنه يرجع بكم هائل من المعلومات يقدر يخدم بها وحتى يقدر يقدم شيء للجيش العراقي العظيم. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى وفقنا الحمد لله وحصلنا على التسلسل رقم واحد. إن شاء الله هذا أول شيء نهديه بالدرجة الأولى هو للعراق العظيم ولوزارة الدفاع، وأكيد يعني شكر موصول للهيئة التدريسية متمثلة بالسيد عميد الكلية ونزولا لأصغر منتسب بالكلية. الغاية من هذه الدورات بناء هيكلة للجيش في كلية القيادة التي تعتبر منهلا وصرحا علميا، حيث تخرج منها خيرة الضباط والمراتب لرفد الجيش العراقي بضباط أكفاء. إعلام وزارة الدفاع، حنان محمد. بعد مناشدة الجريح البطل محمد شعباني لوزير الدفاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه السيد الوزير مدير الاستخبارات العسكرية الفريق ركن سعد العلاق لمقابلته والاطلاع على وضعه الصحي وتقديم المساندة للجريح من إرساله للعلاج خارج البلد. وصلوني، بس وصلوني، بس وصلوني للوزير، والله تعبت بالعباس، ما دام بيها مجال أمشي لا تخلوني أصغر. يعني بقدر ما اختصرني الألم إنه أن نفقد مقاتل من مقاتلين الأبطال، وحقيقة أنا كمدير استخبارات أنظر لأبنائنا هؤلاء اللي أنطوا تضحيات، أسمع لقاءات أقرأت يوم لقاء معنا وتعرضوا إلى هالمحن هذه. المرسل العسكري إن شاء الله ما تترك أبنائها أبداً، ترى الخيرين كثر بالمؤسسة العسكرية إن شاء الله. وشوف من سمعنا خبرك الكل، اي والله ما قصر، والله ما قصر الرجل معالي وزير الدفاع انه حريص على كل المقاتلين، خاصة حاكم محمد يبادر بإرسال الخارج العلاج إن شاء الله. وإن شاء الله حالتك محمد مو صعبة، لا بيها مجال إن شاء الله، يعني ترى حالاتك يعني أقسى من هذه الحالة، والحمد لله وشكرا تعالى اكو علاج ان شاء الله. ان شاء الله ما تخسروا منكم ان شاء الله، ان شاء الله احنا معاك ان شاء الله بعون الله وباقرب فرصه بعون الله تعالى. الله يبارك فيك ان شاء الله. الموقف راح نتابعه انه يدرج ان شاء الله، و كتاب رسمي لمعالي وزير الدفاع على حاله محمد كامله. الله يبارك فيك، حتى يعني نسعى بسفره خارج البلد، وبركة يكون الله سبحانه وتعالى واحنا والوالد يعني يعني فرصة لمعالجة حالتك واني مطمئن. انطلقت في عموم محافظات العراق ومن ضمنها العاصمة بغداد تظاهرات حاشدة تندد بالتصريحات المسيئة للمؤسسة العسكرية والجيش العراقي، وعبر المتظاهرون عن دعمهم وتأييدهم للجيش العراقي الباسل ضد كل من يحاول المساس به أو الإساءة إلى تاريخه المجيد. تاريخ حافل بالإنجازات المشرفة وسفر خالد كتب بحروف من ذهب وبمداد التضحيات الكبيرة للبواسل الأبطال، إنه الجيش العراقي الباسل الذي خط بدماء شهدائه الأبرار وشجاعة مقاتليه الأخيار حروف يوم النصر العراقي الحاسم في معارك النصر والتحرير، لينهي بالفعل والكلمة والوعد الصادق خرافة الدويلة الداعشية، وليحافظ على وحدة وسلامة وأمن الوطن الحبيب وشعبه الأصيل. تاريخ الجيش العراقي قارب 100 عام، أسس في عام 1921، والآن نحن
في عام 2019 تقريبا. سنة أخرى راح يصير 100 عام. الأهم من هذا كله أنه الجيش العراقي صاحب التاريخ والأمجاد، هو هوية الوطن، هوية الشعب، هوية الوحدة الوطنية. ولذلك نحن نعتقد بأن هذا الجيش الذي ضحى بأرواحه وقدم الشهداء وشارك بكافة حروب العربية وكذلك حروب الشرف والكرامة وآخرها هي الحرب ضد تنظيمات داعش الإرهابية، وحافظ على وحدة وسلامة البلاد بكل أطيافه وبكل مسمياته. كل التحية والحب والاحترام لأبناء الجيش العراقي والمؤسسة العسكرية العراقية. سنستمر بالحفاظ على أرض العراق وعلى وحدة العراق، وسيكون هذا الجيش هو الدرع والحصن المنيع ضد كل من تسول إلى نفسه أن يعبث بأمن وسلامة المواطنين العراقيين. مساندة كبيرة ودعم لا محدود من كافة شرائح وأطياف الشعب العراقي الأصيل لجيشه الباسل، ورفض كل إساءة إلى تاريخه المعطاء وتضحياته الجسيمة، وهذا ما عبرت عنه التظاهرات والوقفات التضامنية التي تعبر عن حب الشعب للجيش وإدامة أواصر الثقة المتبادلة والدعم المستمر. نصرة وتأييدا للجيش العراقي، الجيش العراقي الباسل الذي انتصر على داعش في كل محافظات العراق وقدم انتصارات. فالجيش العراقي له تاريخ مشرف لانتصار العراق، وانطى شهداء وانطى جرحى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجيش العراقي. الجيش العراقي جيش وطني، حبه ولاءه للوطن. هذا الجيش الذي حفظ كرامة الأمة وكانت له مآثر مشهودة في فلسطين وفي الأردن وفي مصر وفي كل بقاع الأرض العربية. هذا الجيش الباسل الذي كان وما زال وسيبقى سورا للوطن، وسوف يبقى سدا منيعا بوجه التحديات والمؤامرات. تواجدوا بين المواطنين بوقفة مشرفة لجيشهم الحبيب، وهم يحملون جروحهم أوسمة عز وفخر توشحت بها صدورهم. إنهم جرح الجيش الأبطال والذين كانوا ولا زالوا جنودا بواسلة لخدمة الوطن والشعب. نحن قدمنا أجزاءنا والشهداء أعطت ما أعطت من أرواحها، ولكن نبقى صامدين ويبقى الجيش العراقي تأج على رأس كل الحاقدين وكل المعتدين، بقادتنا الأبطال، بوزيرنا، برئيس أركاننا، بمدير استخباراتنا العسكرية، بالقوة الجوية، بالفرقة التاسعة الدرع، بكل الصنوف اللي موجودة اللي هي خلت العراق يرجع لعافيته. نحن أبطال جرح الجيش العراقي، ما نقبل الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، وإحنا ندعم وزير الدفاع ووزارة الدفاع، لأن وزارة الدفاع العمود الفقري للدولة. صور عراقية وطنية جميلة رسمتها أنامل أبناء الشعب العراقي الأصلاء، مؤطرة بالحب والامتنان والتقدير لجيش العراق، جيش البطولة والمفاخر والأمجاد. تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من تفكيك 3 خلايا إرهابية وإلقاء القبض على أفرادها، من بينهم أمير المطاحن في قضاء الحويجة. نتيجة لجهد الاستخبارات الكبير وجمع المعلومات الدقيقة عن خلايا داعش الإرهابي، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك من تفكيك 3 خلايا إرهابية وإلقاء القبض على أفرادها، من بينهم أمير المطاحن في قضاء الحويجة، إذ اعترفوا بارتكابهم أبشع الجرائم الإنسانية وقتل الأبرياء بدماء باردة. شو وقت انتهية التمرين؟ بل 2006-2007 بديت بالجهاد والتوحيد، انتميت لعندهم وبدأت العمليات على هذا الرغم هذا الموقف، واستمرنا ما هذه السنوات من 2007 إلى 2014، وبدأت المعازرة الأولى إلى قاطع أبو حمدان، ثم رجعنا إلى ديوان الزراعة، وبدأت المعازرة الثانية عام 2016 إلى رشاد، وهم ذهبت بها هاي المعازرة إلى قاطع الرشاد، وزرت بها مع مقاتلين الدولة الإسلامية، ثم رجعت إلى ديوان الزراعة على
على عملي بدأت أشتغل بالديوان الزراعة، ثم بدأت المؤازرة الثالثة هي على وجهة الزرقاء، وذهبت هم المؤازرة الثالثة إلى الزرقاء، وشاركت بالمؤازرة خلال يومين ورجعت على ديوان الزراعة وبديت العمل مالي ديوان الزراعة والمطاعم. ثم بدأت المؤازرة الرابعة على وجهة علاس، ثم ذهبنا إلى وجهة علاس بالمؤازرة، شاركت بالمؤازرة خلال 3 أيام، ومن هالمؤازرة رجعنا إلى قضاء الحويجة وبدأت عملي بديوان الزراعة، دز الطحين للمقواطع قاطع أبو حمدان وقاطع الرشاد وقاطع الزرقة وقاطع علاس والفتحة. وبدأت المؤازرة الخامسة إلى الفتح، ثم ذهبت إلى المؤازرة الخامسة وشاركت بالمؤازرة الخامسة، ثم رجعنا إلى قضاء الحوجة. ثم بدأت عناصرنا الأمنية داخل محافظة كركوك بأسر 3 عناصر من الفئة الكردية، وأتوا بهم إلى قضاء الحوجة، ثم أمرني الأمير بأن أقوم بهذه العملية، عملية الذبح. فنفذت أنا و2 من الدولة الإسلامية عناصر من جماعة إديالة. جينا شو وقت انتميت إلى تنظيم داعش؟ 14 انتمينا، يعني مجو 11 علينا طبوا الحويجة، رحبنا بيهم وقمنا سووا لقاء ويانا وقعدات ويانا وجمعوا العشاير. قام ينطينا الوالي اسمه أبو هيثم ينطينا ترجعين مصالح كذا ومصالح كذا ومصالح الفقير ومصالح كذا، وإحنا دولة إسلامية وإحنا جينا ترى كله تنعززكم تنخلصكم من الظلم تنخلصكم من كذا، هذا كله يحكينا حشال لنا هذا أبو هيثم. إحنا دولة إسلامية وإحنا جينا مخاطركم ومن أجلكم. دورك بالإضافة إلى التوزيع شنو كان؟ ترجمات غذائية، الملابس كلها أنا أخذها أستلمها من المخلة أوديها للمدرسة، المدرسة أقعد بالمدرسة أجمعها كلها وأوزعها. توزيع قد كانت الكفالة؟ 60 دينار أو 60,000. نايف سولف لي شو وقت انتميت للتنظيم؟ بأي سنة؟ بـ2016. ومن الشخص اللي جندك واللي خلاك تنتمي للتنظيم؟ محمد أحمد محمود. من هو هذا محمد أحمد محمود؟ صديقي قبل لا يجي التنظيم الدولة الإسلامية، يعني هو يعني كنا يعني نشتغل سوا يعني وشغلنا سوا سيدي، وبعد ما اجى التنظيم بـ2016 يعني اسبوع كامل هو يسولف لي حتى يعني نروح 4 احنا وذولاك 2 ما راحوا، احنا 2 رحنا سيدي الساعة تقريبا 1 الظهر. هو كان منتمي قبلك للتنظيم وبعدين دعاك ان تنتمي؟ سيدي هو كان منتمي وبطل ورد انتمي. الغزوة اللي كانت في منطقة النمل؟ نعم سيدي. على شنو كانت هاي الغزوة؟ على قوات الجيش؟ شرطة؟ شنو حشد؟ ما بس انه مو على البشمركة بس يعني كان حشد او جيش عراقي سيدي. حشد او جيش؟ ما عارف. كم كان عددكم؟ تقريبا 100 او اكثر او اقل يعني بهالعدد هذا. منو كان قائد الغزوة هاي؟ سيدي العسكري ويعني اللي يقولون يعني ابو بصيري يقولون. الاسلحة اللي كنتوا تستخدموها هاي الغزوة؟ يعني كانوا يستخدمون بيكيس يستخدمونه او كلاشينكوف يستخدمون وحاديات حاديات اكو على العجلات سيدي وقاذفات سيدي يستخدمون. شنو انت كان سلاحك؟ كلاشينكوف. كم مخزن وياك؟ 4 والبلبندقية 5. شنو كان دورك بهاي الغزوة؟ سيدي خط ثاني يعني على الرباط سيدي. فبعد التحقيق المتواصل مع افراد الخلايا الارهابية أدلوا بمعلومات حول أماكن نقل المواد الغذائية والدعم اللوجستي الخاص بهم، فضلا عن قيامهم بنقل أموال لعائلات قتلى داعش الإرهابي في محافظة كركوك، مما شرعت قوة أمنية مشتركة لمداهمة المكان ومصادرة المواد الموجودة بداخله. شو وقت انتميت إلى تنظيم داعش؟ 2015. من الشخص اللي قام تجديدك؟ يصير من أقربها يعني ابن عم ابوه تقريبا يصير هو مختار القريه سابقا يعني، فجي علي
قال لي ليش ما تبيع ويانا؟ عرضت وقلت له انا عندي زوجات وماشين وهذا، ويقول لي لا تعال انا اعطيك راتب وانت ما عندك وحالتك تعبانه. فقنعني ومشيت وياه على المدرسه اللي هي مدرسه الحلوه. بعدين عاد ما المضاعفه على اعطوني نمط السياره اروح اجيب بيها في المواد الغذائيه او الشغلات، يعني هيك في شغله بسيطه يعني راح اجيبها انا هذا على الشغله يعني هذه. ودائما يعني على يا ديوان خلوك يعني ديوان مطبخ يعني نقول اشتغلت بالمطبخ؟ ايه عند التنظيم. اي نعم التنظيم. نعم. وكان دورك بالاضافه الى المطبخ شنو؟ يعني تنظيف، اجيب مواد غذائيه يعني احمل وياهم معاون ما له شيء يعني شغل يعني هم احنا امس يعني. كم غزوه اشتركت فيها؟ ما شرحت قصوى بس يعني مؤازر يعني مرابطة بس يعني شرحت ما شرحت. كم مرة ذوق رباط؟ يعني مرتين هيش ثلاث مرتين يعني غريب على الجري عايش يعني. استمريت على هذا الدوام على المطبخ لما يعني جيت تحرير. المراقبة المستمرة وتنوع مصادر المديرية العامة للاستخبارات والأمن والتنسيق العالي مع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك ساعدت في الوصول والقاء القبض على الخلايا التي كانت تروم وتخطط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة. مهما حاولتم العبث بأرض الرافدين عيون الاستخبارات والأمن لكم بالمرصاد يا فاسدين، فسلم السواعدكم يا أبطال الميادين، فقد أثلجتم قلوب العراقيين. من محافظة كركوك محمد شويلي، إعلام وزارة الدفاع. مشاهدين الكرام، فقرات البرنامج مستمرة بعد الفاصل. لن تكل يوما سواعد الرجال ولن تخفل عيونهم عن حراسة السلام والجمال. خطط وواجبات وعمليات مستمرة، جهود مثيرة لنشر الأمان في ربوع الوطن الحبيب. نطارد الإرهاب أينما يكون، نبسط الأمن ونفرض القانون. فليس للدواعش بعد الآن من وجود، فنصرنا دائم وحبنا بلا قيود. وطني لحبك في العظام دبيب، وبك الأحبة والزمان يطيب. وقلوبنا بك لن تفارق نبضها، وحنينها أبدا إليك عجيب يا عراق. مشاهدينا عدنا إليكم لتكملة فقرات البرنامج. نفذ الفوج الرابع لواء المشاة 38 التابع لفرقة المشاة 10 واجباً للتفتيش في صحراء الرمادي للبحث عن خلايا عصابات داعش الإرهابية، حيث أسفر عن تفتيش منطقة الطاشة والعديد من القرى والمناطق الصحراوية. نفذ الفوج الرابع لواء المشاة 38 التابع لفرقة المشاة 10 جولة تفتيشية في صحراء الرمادي، حيث تم من خلالها تفتيش منطقة الطاش والعديد من القرى والمناطق الصحراوية وتدقيق هويات بعض المواطنين والبحث عن المطلوبين وتأمين العديد من المناطق الصحراوية والتي يعتبر أمنها ذا أثر إيجابي في استتباب الوضع الأمني في قضاء الرمادي. تم تفتيش المناطق في منطقة الطاش التابعة لقضاء الرمادي ومن قواطع المسؤولية لكل فوج، وكانت الجولة مد أواصر التعاون والمحبة بين المواطنين والقوات الأمنية والاطمئنان والشعور بارتياح للمناطق مالتهم في سبيل ترجع الحياة الطبيعية إلى مجراها كما كانت من سبق. ويعتبر قاطع الفوج الرابع من القواطع المهمة، حيث يبدأ من الخط السريع في قضاء الرمادي وصولا إلى الرحالية، ويعتبر هذا الفوج هو خط الصد الأمامي للقضاء من ناحية الصحراء الغربية، ويحتوي الفوج على منظومة كاميرات متطورة لحماية ومراقبة المناطق الصحراوية والتي تؤمن مساحات شاسعة منها. واجب الفوج مثل ما تعرف أنه هو منع تسلل الإرهابيين إلى داخل قضاء الرمادي، وفوجنا يعتبر هو خط صد فاصل بين قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار وصحراء الغربية، وممسوك القاطع بعدة من عدة نقاط وسيطرات وكاميرات ليلية ونهارية ودوريات وكمائن ليلية. قام القطاعات تفتيش القرى، مكانات التلال، الوديان،
والله مناطق صحراويه يسكن بها رعاة الاغنام وبعض القرى الصغيره، ويعني متعاونين معنا. وفي السياق ذاته عبر مواطنون عن شكرهم ودعمهم للجيش العراقي الذي يسهم وبشكل كبير في تأمين المناطق والقرى وعودة الحياة الطبيعية لها. لولا الجيش احنا ما سكننا يعني، والجيش هو اللي حرر المدن وحررنا واخواننا وولدنا همزاد، والجيش هو اللي حرر الرماد وحرر الموصل. والله من نشوف شيء نخبر الجيش. والله اوجهها لاخواني، احنا نشكركم وبارك الله بكم وما تقصرون، وحماية المنطقة هاي كلها حمايتها. من قضاء الرمادي في محافظة الانبار، كرار الربيعي، اعلام وزارة الدفاع. تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الدفاع نجاح الشمري بالاهتمام بشريحة الجرحى وتوفير كافة مطالبهم، زار مدير الامور الطبية عددا من الجرحى الراقدين في المستشفيات للوقوف على حالتهم الصحية وتقديم جميع التسهيلات لتوفير العلاج داخل وخارج العراق. تثمينا للتضحيات الجسيمة التي قدمها مقاتلو القوات المسلحة الأبطال وتنفيذا لتوجيهات السيد وزير الدفاع، زار مدير الأمور الطبية أحد المقاتلين الراقدين في مستشفى بغداد التعليمي للإطلاع على حالته الصحية وتوفير كافة الخدمات الطبية له. زيارتنا اليوم للطالب وليد خالد جاء بتوجيه مباشر من السيد الوزير. الحقيقة العناية المركزة العناصر اللي موجودة بها هي عناصر مدربة، ما في الكفاية تعامل مع هكذا حالات مثل ما ذكر الدكتور حسن، الدكتور علي مدير المستشفى موجود. المرض هو التهاب فيروسي يصيب الأعصاب، أحيانا يتخذ مسارات متعددة، منها ما تكون هي مسارات صعبة مسارات سريعة، بس في كل الأحوال إن شاء الله يتماثل للشفاء. العناية المركزة في مدينة الطب مدرب على استقبال هيش حالات، وصارت حالات لناس معروفين أيضا هنا موجودين منهم استطاع السير مجددا بلا عواقب. الكادر الطبي في المستشفى أكد بأن هناك تنسيقا بين مستشفى بغداد التعليمي ومديرية الأمور الطبية في تقديم الإجراءات الطبية والمتابعة المستمرة للمقاتلين. كما تعلم هناك تنسيق مباشر ما بين دار تمهيد الطب ومديرية الأمور الطبية مع الأخ دكتور فاضل، وحقيقة أنه وصول الطالب الكلية العسكرية وليد خالد إلى دارة مدينة الطب بعد أن صار تنسيق مباشر مع سيادة اللواء مدير الأمور الطبية وعن طريق المنسقية اللي موجودة في دائرة مدينة الطب، وكما تطرق للأمور الفنية دكتور علي بالنسبة إلى وليد خالد، هي هذا التهاب الأعصاب المحيطية وهو نوع من الفيروسات اللي ممكن يصيب هذا الشباب، وهي حالات حقيقة كثيرة موجودة في اللي تراجع إلى العناية المركزة أو إلى مركز العلوم العصبية في مدينة الطب. حقيقة ما قصروا المستشفى، ما قصرت لا ليل ولا نهار بعدني، وإن شاء الله يشفى عون الله. وتبقى وزارة الدفاع بكل دوائرها العسكرية يتقدمهم السيد وزير الدفاع دائمة الحرص والمتابعة في الاهتمام بالمقاتلين وتوفير كافة الاحتياجات لهم. أجرى طلاب فوج الإمام علي عليه السلام الدورة 109 وضمن المنهاج التدريبي للكلية العسكرية تمرينا تعبويا وثبة الأسود من أجل تعلم أسلوب الدوريات الاستطلاعية والقتالية في الميدان. ضمن المنهاج التدريبي للكلية العسكرية أجرى طلاب فوج الإمام علي عليه السلام الدورة 109 تمرينا تعبويا بغية تعلم أسلوب الدوريات الاستطلاعية والقتالية في الميدان. تضمن التمرين عدة مراحل، منها الاستحضارات وإصدار الأوامر الإنذارية، والثانية الاستطلاع وجمع المعلومات عن العدو، أما المرحلة الثالثة وهي القتالية لتدمير مواقع العدو الحيوية واللوجستية. نفذت طلاب الدورة 109 هذا اليوم تمرين وثبة الأسد اللي هو في قطعات الدوريات الاستطلاع والدوريات القتالية. الغاية من هذا التمرين هو تعليم طلاب الكلية العسكرية دورة 109 على الأسلوب الأمثل والصحيح لتنفيذ دورية الاستطلاع والدورية القتالية للاستفادة منها مستقبلا في واجباتهم في المعركة في حال تكليفهم في مثل هذه الدوريات. مراحل أو دروس المتوخاة من هذه الدوريات هو أولا تعليم الطلاب على كيفية إصدار أوامر أمر الدورية القتالية والدورية الاستطلاع، وأيضا كيفية اتخاذ التشكيل المناسب بالنسبة لطبيعة الأرض، وما هي رد الفعل أيضا هذه الدوريات الاستطلاع في معالجة الظروف المتوقعة من قبل العدو. التمرين نفذ بقطاعات بجانب واحد بمستوى حظية مشاة للدوريات الاستطلاعية والقتالية، والغاية منه
ممارسة إصدار الأوامر وكيفية ردود الفعل تجاه العدو وتعلم أسلوب الانسحاب، فضلا عن ممارسة كتابة التقرير للدوريات الاستطلاعية في الميدان. تكون الدوريات الاستطلاعية على عدة مراحل، حيث أن المرحلة الأولى هي مرحلة الاستحضارات والتي تضمن التهيئة لإعداد الأوامر والأوامر الإنذارية. بعد ذلك يتوجه الطالب لإصدار الأوامر على منضدة الرمل، ومن ثم ذلك الانطلاق عن طريق الذهاب، ومن ثم كما شاهدتم الوصول إلى المثابة الأخيرة. وبعد المثابة الأخيرة يقوم الطالب بالاستطلاع عن كثب إلى العدو وجلب المعلومات عنه، وبعد ذلك الانسحاب إلى المثابة النهائية وإجراء التعداد وإعطاء إجازة إلى كافة الطلاب لضمان عدم ضياع المعلومات. باشرت الكلية العسكرية الدورة 109 على تنفيذ الدورية القتالية والدورية الاستطلاعية في الميدان، مما يمكنه من القيام بالدورية الاستطلاعية والقتالية بشكل صحيح والأمثل. تمرين وثبة الأسود الذي نفذ من قبل طلاب الكلية العسكرية ما هو إلا تأكيد جاهزية ضباط المستقبل في عمليات الاستطلاع والمراقبة والعمل في كافة ظروف المعركة. محمد شويلي، إعلام وزارة الدفاع. نفذت قيادة فرقة المشاة السابعة المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر في الصحراء الغربية وصولا إلى وادي حوران بمشاركة طيران الجيش والحشد العشائري، وتمكنت الفرقة من تدمير عدد من أوكار الإرهاب وقتل وأسر عدد منهم. استكمالا للعمليات الاستباقية والتعرضية التي تنفذها قيادة عمليات الجزيرة، نفذت قطعات فرقة المشاة السابعة المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر لتفتيش وتطهير الصحراء الغربية من العناصر الإرهابية الهاربة من قبضة القوات المسلحة ومنعتهم من التسلل إلى مناطق غربي الأنبار، لا سيما وإن الأمن الداخلي للمدن والقضاء على الإرهاب يعد من الأولويات لرجال الجيش العراقي. قطعاتنا حاليا في مرحلة التنفيذ عملية إرادة النصر الرابعة. القطعات المشتركة بتنفيذ الواجب هي الفرقة المشاة السابعة والفرقة الآلية الثامنة وقطعات الحشد العشائري والشرطة المحلية والحشد الشعبي ضمن القاطع بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش طيران تحالف. لحد الآن يعني عشرات الأوكار القديمة للعناصر الإرهابية تم تدميرها، وكذلك قتل ثلاثة من العناصر الإرهابية واعتقال أربعة. العملية مستمرة، الغاية من عندها هي إيصال رسالة للعدو بأنه لا يوجد شبر من الأراضي العراقية مهما بلغت سعتها ومهما كانت مناطق ناحية بالصحراء، لا يوجد شبر تتمكن العناصر الإرهابية من اتخاذ مأوى لتنفيذ عملياتها الإرهابية. العملية العسكرية تميزت عن سابقاتها من العمليات كونها انطلقت من ثلاث محاور والتقاء المحاور الثلاث عند وادي حوران وتفتيش الصحراء والأنفاق أثناء تقدم القطعات العسكرية مع الحفاظ على المواضع الدفاعية. السابعة لها ثلاث محاور، محورين شرق وغرب حوران والمحور الآخر قبيسة باتجاه الحسينيات. احنا هذا اليوم الثاني من العملية، الآن في منطقة المأوى هو المحور الوسطي، لواء 29 لواء 28 أيضا في منطقة المأوى. إلى حد هذا اليوم تمكنا والحمد لله تقريبا من تدمير أكثر من ثلاث مضافات ضمن قواطع المسؤولية وضمن المحاور، والعمل جاري. احنا الآن قريبين من وادي حوران، سنلتقي مع المحور الغربي هو المحور لواء 28. معنويات جنودنا ومعنويات مقاتلينا عالية وكلهم اندفاع في مطاردة آخر فلول داعش، آخر فلول داعش، وكلهم اندفاع ومعنويات عالية في مقارعة أي من تسول له نفسه المساس بأمن العراق. طيران الجيش والحشد العشائري كان لهم دور بارز في هذه العملية، فالأول أمن غطاء جويا للقطعات البرية، والثاني شارك في تفتيش أهداف منتخبة في وادي حوران ومناطق الحسينيات ومحيور ومعيشر وبيوت الموالي بهدف السيطرة على المناطق الرخوة أمنيا وتطهيرها. وتعاون ما بين قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وأيضا تنسيق مع قوات التحالف، كل هذه المعلومات اللي استخبارية تؤدي إلى عمليات ناجحة
وكما هو معلوم المعلومات الاستخبارية جيدة تؤدي إلى عمليات ناجحة، وهذا ما موضح على الأرض من خلال إلقاء القبض أو قتل عدد من الإرهابيين وتدمير العديد من المضافات وكذلك تدمير العديد من الكهوف. الحشد العشائري المنتمي إلى الحشد الشعبي هو إسناد وظهير الجيش العراقي، مساندين لهذا الجيش البطل من عام 2014 وإلى حد يومنا هذا. نقوم دائما بإسناد قطاعات الجيش العراقي عندما تتحرك لأي موقع. نحن الآن اليوم في وادي حوران، في عمق وادي حوران بعمق 170 كيلو متر، قمنا بتفتيش جميع هذه المناطق القريبة على وادي حوران، منطقة الحسينيات والمدهم وبيوت الموالي ومعاشر. إن شاء الله العملية مستمرة. اليوم العملية كانت نتائجها نتائج جيدة، وهو قتل 2 من عناصر داعش وأسر آخر. من غربي الأنبار لإعلام وزارة الدفاع أيوب الصافي. مشاهدين الكرام، نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، إلى اللقاء.